أهلاً وسهلاً بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هلو، والنهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفتين يا رب يعجبوكم ويا رب يكونوا سهلين. أول حاجة هي موس الشوكولاتة مع التوت البري، وتاني حاجة عندنا فطيرة بالكمثرى والتوت الأحمر. نبتدي بالوصفة الأولى اللي هي موس الشوكولاتة الداكنة مع التوت البري. مقادير الموس: 10 صفار بيض، 100 جرام سكر، 25 مليلتر مية، 300 جرام شوكولاتة داكنة، و 60 جرام زبدة. بالنسبة للتوت البري عندنا 250 جرام توت بري، 3 معالق كبيرة سكر بودرة، وعصير ليمون، وعندنا التوبينج كريمة مخفوقة. أول حاجة هنعملها هنحط الصفار في البول في العجانة وهنبتدي نضربه علشان عايزينه يبتدي يبقى هش لحد ما ناخد السكر. هنطبخه على النار لحد ما يوصل ل 118 درجة مئوية، وهنرجع نحط السكر على البيض. ده طبعا هيطبخ الصفار وبالتالي هيكون آمن ان هو يتاكل، لان لما بناخد السكر ل 118 البيض بيستوي عند 82 او 85 درجة مئوية، فبالتالي بنرفع حرارة البيض لحد الدرجة اللي هو بيكون مستوي وآمن فيها ان احنا ناكله. هبتدي اشغل هنا وهاخد السكر والمية على النار علشان اطبخهم لحد 118 درجة مئوية. هبتدي أضيف السكر شوية شوية على صفار البيض. محتاج لسه يضرب شوية كمان، هسيبه شوية كمان، بس في نفس الوقت هبتدي أقلب الزبدة مع الشوكولاتة علشان لما خليط السكر والبيض يبقى جاهز أبقى أنا كمان جاهزة بالشوكولاتة. أوكي كده البيض والسكر جاهزين زي ما احنا شايفين، الملمس بتاعهم تخين مش رفيع، بقى فيهم هواء كتير. وهناخد الخليط ده دلوقتي وهنحط عليه خليط الشوكولاتة والزبدة ونقلبهم مع بعض بالراحة خالص. وكمان خليط الشوكولاتة والزبدة مش لازم يبقوا سخنين قوي، يدوب دافين يعني علشان ما يهبطوش البيض والسكر. وهنبتدي نخلط بالراحة. أوكي. الأول بالويسك وبعد كده أقلب بالسباتشولا بالسيليكون. لازم نشتغل بسرعة لأن الشوكولاتة هتبتدي تتماسك على طول، فهنحط في الكوبايات وهندخلها بعد كده التلاجة لحد الموس ما يتماسك. بيس الموس اللي عملناه دلوقتي ده اسمه باتا بوم، وده يعني من اكتر البيس او الوصفة الأساسية بتاعت الموس اللي بحبها، لأن بيدي بيبقى طعم أكتر وفي نفس الوقت كمان بيبقى خفيف لأن إحنا دخلنا هواء كتير في الموس.
أشيل دول دلوقتي وأجيب الجاهزين. ده بيبقى شكلهم بعد ما بيطلعوا من التلاجة. ودلوقتي نبتدي نعمل التوت. هحط التوت والليمون والسكر على النار. ويا دوب بس هخليهم يغلوا مع بعض غلوة واحدة. وبكده يبقى التوت جاهز. اوكي كده التوت جاهز، هشيله خلاص من على النار واجيب كريمة واجيب التوت طبعا اللي جاهز من قبل كده، لان ده سخن قوي ولو حطيته مع الموس هيسيح الموس وهيسيح الكريمة. كده حطينا الكريمة، فاضل أحط فوقهم التوت. ودلوقتي أخد شوية من العصير عشان لونه حلو. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة، عملنا موس الشوكولاتة الداكنة مع التوت البري. يا رب يكون عجبكم. نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض. وسهلا بكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي فطيرة الكمثرى والتوت الأحمر. بالنسبة للقاعدة، المقادير عبارة عن 300 جرام دقيق، 1 معلقة صغيرة ملح، 150 جرام زبدة، ومية حسب الحاجة. ممكن نحتاج نحط شوية مية للعجين. بالنسبة للفيلينج عندنا كمثرى مقشرة ومقطعة شرايح، عندنا 200 جرام سكر، 2 معلقة كبيرة نشا، 1 معلقة صغيرة فانيليا، و 400 جرام توت. وللتوبينج أو لدهن بس وش العجينة عندنا وش التارت، أنا أسفة، عندنا 2 معلقة كبيرة سكر، 1 بيضة مخفوقة. هنبتدي بالعجين. هنحط الدقيق، الزبدة، دي مش كله نزل، والملح. هنضربهم مع بعض لحد الملمس بتاعهم ما يبقى ملمس رملي، وبعد كده هنشوف هنحتاج ميه قد ايه. اوكي كده العجينه جاهزه مفروله، بس لما نضغط عليها هنلاقيها بتتماسك، والاحسن ان احنا ما نضربش كتير بعد ما نضيف اي نوع من السوائل لعجينه التارت، سواء حطينا بيض او حطينا ميه او لبن، علشان ما نقويش خيوط الجلوتين وتبقى العجينه بتاعتنا مفروله بعد ما نطبخها في الفرن. دي هي العجينه، وانا فرداها اوريدي في الصينيه في قالب، وممكن طبعا القالب يكون اي شكل زي ما نحب. ودلوقتي ابتدي اعمل جزء من الفيلينج اللي هو التوت. هحط التوت في الحله، وعلى جنب هبتدي اخلط النشا والسكر مع بعض علشان النشا ما يكلكعش مع التوت
حتى من غير ما نحط له أي مية. أحط الفانيليا مع التوت، وأول التوت ما يبتدي ينزل ميته أحط السكر والنشا. لما يبتدي يغلي ويدخن شوية علشان النشا اللي حطيناها هيبقى كده جاهز وأقدر أستعمله كحشو. أوكي كده خلاص هحطه في بول بس عشان يهدى شوية. طبعا يفضل إن أنا أستعمله بعد ما يهدى خالص علشان ما أسيحش العجين، لأن طبعا العجينة فيها زبدة. لكن عشان الوقت دلوقتي هاخده واستعمله على طول. هحط صوص التوت الأحمر على العجينة وهفرده، بس هسيب حوالي سنتي من الآخر، مش هوصل العجينة لحد حافة الصينية. وطبعا هو لما يبرد شوية هيبقى الكثافة بتاعته أكتر، مش هيبقى سائل قوي كده، هنقدر نتحكم فيه أحسن. أوكي. ودلوقتي أبتدي أجيب الكمثرى. إحنا مقطعينها نص وبعد كده مقطعين النص ده شرايح بالشكل ده زي ما إحنا شايفين. هبتدي أحط الكمثرى، أوزعها فوق الصوص التوت الأحمر. أوكي. ودلوقتي أجيب فرشة وهدهن الكمثرى حاجة بسيطة خالص، بس عشان عايزة السكر يمسك فيها، لأن من غير البيض ده السكر هيتزحلق من عليها على طول. ودلوقتي أجيب السكر وأرش فوق الكمثرى. ودلوقتي هدخلها الفرن بدرجة حرارة 180 لحد العجينة ما تستوي والكمثرى تتحمر، وهياخد حوالي نص ساعة. وده بيكون شكل فطيرة الكمثرى والتوت الأحمر. يا رب تكون عجبتكم. النهاردة عملنا مع بعض موس الشوكولاتة الداكنة مع التوت البري، وعملنا فطيرة كمثرى وتوت أحمر. ويا رب تكون وصفات سهلة وعجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.